هذا الندوة الفكرية والعلمية هي غاية نبيلة، مفادها أن المغرب وبفضل صاحب الجلالة اليوم تم تنزيل مفاهيم الدستور، خاصة موضوع اللغة الأمازيغية الذي نضل من أجله مؤسسي الحركة الشعبية منذ عقود خالت. فبفضل صاحب الجلالة أصبح ذكرى 14 يناير هي عيد وطني وعطلة مؤدى عنها، والرسالة السامية لصاحب الجلالة من خلال هذا القراء هي التأكيد على أن المغاربة أمازيغ وعرب هما ذات واحدة وعملة ذات وجهان، ولا يمكن أن نقع في أي مزايدة أو يعني واحد نوع العصبية في هذا الإطار. اليوم نسعى إليه من خلال هذا الندوة ماشي هو الفولكلور والعرض ديال الأزياء ومناقشة أو لا فولكلور، بل الغاية هي التعريف بالهوية الأمازيغية كامل كل للشعب المغربي برمته. هذه ذكرى لترحم على روح المرحوم السيد جوبيع حرضان الذي ناضل وخلال عقود لتثبيت الهوية والتذكير بحقوق الأمازيغ في المغرب، على اعتبار أن الأمازيغية ملك للجميع ولكن هي هوية، ثقافة، تاريخ، بل نمط عيش. وعلى أن هذا 29% من المغاربة الناطقين بالأمازيغية عندهم حقوق، لهم الحق في التقاديم حيث يقفوا أمام قاضي كنت يتكلم بالأمازيغية، لهم الحق في التعليم باللغة الأمازيغية، وإلى أن للناطقين بالعربية كذلك الحق في تعلم اللغة الأمازيغية للمواطنة والمواطن اللي غادي يقفوا أمام الطبيب، أن تتم يعني يتم تشخيص باللغة الأم باللغة الأمازيغية بالنسبة للناطقين باللغة الأمازيغية. إذا هذه فرصة، ونريد تريد الحركة الشعبية من خلال هذه المناسبة وطيلة السنة الحالية إلى الموعد المقبل إن شاء الله يوم 14 يناير المقبل. اليوم حزب الحركة الشعبية كيحتفل برأس السنة الجديدة ديال الأمازيغية، و أول مرة كنحتفلوا بها لأن في السنة الماضية كانت الظروف ما سمحتش لأن كانت كورونا، واليوم يعني هذا حدث كبير بالنسبة للأمازيغيين وبالنسبة لسكان المغرب كاملين والأخص الأمازيغيين واللي كيتكلموا الأمازيغية، والفضل كله كيرجع لسيدنا الله ينصروه، هو اللي جعل هذا اليوم رسمي و احتفلوا به الأمازيغيين في مشارق الدنيا ومغاربها. وحتى حنا كحزب الحركة الشعبية كنا سباقين لهذه المبادرة، وكنا سباقين لترسيم الأمازيغية، وكنا سباقين الاحتفال بهذا اليوم. وزين من اللي طلع أمين عام كان دار واحد تصريح وكيطالب سيدنا وكيناشدو، والحمد لله تلبت الرغبة ديالنا وحنا كنفتخروا بهذا اليوم وحنا معتزين به، الله يكمل بخير. اليوم قررت حزب الحركة الشعبية أنه ينظم هذه الندوة احتفالا برأس العام يعني الأمازيغي،
وكان ممكن أن تكون هذه الندوة قبل أسبوع، يعني في اليوم الرسمي في إيدي يناير، لأن الحمد لله هذه السنة جلالة الملك نصره الله قرر أن هذا اليوم سيكون يعني يوم عطلة مؤدانة، ولكن فضلنا نؤخرها شوية لأن الفاتح يناير الأمازيغي إيدي يناير كان يعني حافل بتظاهرات الشعبية في جميع الأقاليم، وبغينا أن الناس ديالنا يحضروا في هذه التظاهرات في الأقاليم، واليوم بغينا احنا ما يكونش اليوم غير احتفالي بل يكون كذلك دراسي لنلقي النظرة على ما تحقق بالنسبة لتفعيل الطبع الرسمي للأمازيغية وما ينتظرنا، لأن بالطبع لا يكفي أن تكون اللغة رسمية في الدستور وفي القوانين، يجب أن تكون كذلك رسمية في المجتمع في الواقع، وهذا ما سينكب عليه الخبراء والأخصائيين. دابا هي كريم مقررة المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، نحن هنا بدعوة من الأمانة العامة بمناسبة عيد السنة الأمازيغية. الحركة الشعبية تنظم هنا بسلا ندوة فكرية حول الأمازيغية بين المرجعية الدستورية وإكراهات التفعيل. حضروا لها أساتذة كرام لناقشوا هذا المحاور وناقشوا هذا المواضيع. نحن بدورنا نرى بأن يعني ينبغي يعني الإسراع في إنزال الآليات أو إسراع في توفير الآليات من أجل تفعيل الأمازيغية، وكذلك كوني مغربية من مغاربة العالم يعني تنشوف وتنوجه نداء المسؤولين باش يكون هذا التفعيل ايضا في السفارات وفي الخارج، بحيث ان المواطن الاجنبي لدول اجنبيه يولي يشوف المغرب بهويه خاصه، وانه عنده واحد الخاصه ويتميز عن باقي الشعوب بامازيغيته وباصوله كذلك. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.